احتج عشرات العمال من مؤسسة مولاي للأشغال العمومية بغردايا مطالبين بتدخل السلطات العليا بفتح تحقيق فيما تعرضت له الشركة خاصة، وأن أكثر من 250 عامل كلهم يعيلون أسرا وجدوا أنفسهم في ظرف وجيز ساقطين في شبح البطالة. وطالب العمال بضرورة تدخل السلطات العليا وفتح تحقيق معمق فيما تعرضت له الشركة وإنقاذ مصدر رزق أسرهم. للتفاصيل أكثر في ميكروفون فوزي حاج قويدر. رانا نطالبوا في الرئيس تبون يعني يدير لنا يفتح لنا تحقيق في هذا المشكل اللي صرا، هذا يفتح لنا تحقيق باش يقدر تقدر الشركه ترجع كما كانت ويرجعوا لنا الخدمه. قلنا رانا لا مريحه، رانا بلا خدمه شوماج، يعني رانا كنا ناكلوا في الدار والله غالب ترك ما عدناش منين، راه الحياه كنشوفوا تاكلوا فيها الله ياكل فيها الله القبار. احنا 250 عامل، احنا ك أشخاص حنا جينا نمثلوا هاد 250 عامل كنا خدامة في هاد الشركة، واليوم الشركة هذه تكسرت، ما يعني كاين ناس كسروها راه وكيلهم ربي. اليوم حنا نطالبوا السلطات العليا إن شاء الله يعاودوا يفتحوا لنا تحقيق معمق على هاد الشركة باش تعاود ترجع لنا، باش إن شاء الله نعاودوا نرجعوا نخدموا كما كنا ونخدموا الناس اللي كانت تخدم معنا. يعني اليوم الناس هذو اللي كانوا يخدموا فيها راهم بطالة وراه مع بعائلاتهم، واليوم راهم تحت يعني محالين البطاله، ما عندهمش مدخول وما عندهمش فرع فلاحي، عنده فرع فلاحي يعني مزرعه، عنده مزرعه يعني 1360 هكتار، ولكن فوجئنا كذلك انه العمال اللي فيها راحين يسرحوا. كيف ذلك؟ انه رايح يتم الحجز على المزرعه هذه، يعني هذا منكر، اللهم هذا منكر. يعني وان شاء الله يعني احنا عندنا ثقه كبيره في دولتنا وفي العدل في وزاره العدل نتاعنا انه هذا الموضوع يعني يتم انصاف المظلوم ومعاقبه الظالم حتى وين كان هو. ولكن احنا متاكدين بان المقاول الشاب هذا عبد الكريم ملابي مظلوم، يعني كيف يعني بين عشية وضحى شركة عندها 7 سنين وتم سنين إضافة إلى مزرعة الناس تاكل من النخل نتاعها والأشجار المثمرة نتاعها كذا، كذلك يتم العجل. وين رايحين بهذا الانسان؟ نطلبوا من السلطات هذا الولد هذا راه قاعد في الخارج يفتحوا له طريق يدخل يخلص دراهم. هاي الشركات السلطات كاع المشاريع اللي خدمها بخلص فراك بس يخلص هذا الخدامه اللي راهم كل يوم في الاحتجاجات. نطلبوا من الدوله تاخذ موقف وتفتح له الطريق المولاي إبراهيم عبد الكريم حتى يدخل ويفري مشاكله مع الخدامة ومع الناس ويخلص دراهمه.